السلام عليكم. Hello everyone. Let me introduce you today myself. I am a teacher of English as a second language. Okay, I told myself from A to Z. If I can do it, yes, you can do it too. Love. أهلا بالجميع، اسمحوا لي أن أقدم لكم نفسي. أنا مدرسة اللغة الإنجليزية كلغة ثانية. أحييكم. إلى أنا علمت راسي من الألف حتى الياء. يمكن لكم أنتم تعلموا راسكم من الألف حتى الياء كلغة ثانية، اللغة الإنجليزية. تحياتي للجميع. Hello my good friend. أهلا وسهلا بإخواني وأخواتي. اليوم جيت لكم بدرس جديد كما قلت في القواعد اللغة الإنجليزية. It's very hard part in English. بالفعل هي أصعب جزء في اللغة، في القواعد اللغة الإنجليزية. اليوم أنا جيت باش نديرها مبسطة، step by step، يعني بخطوة بخطوة. ما غاديش ندير the whole thing for the there is 8 part speech in English، بس أنا غادي نمشي بخطوة بخطوة. وإذا عجبكم الفيديو غادي نكمل معكم الدروس كلها في 8 part in English. So let's go أحبائي تعرفوا على part of the speech، يعني in grammar in English. There are 8 part of the speech in English. الأقسام الكلام. So it starts with the noun، الاسم، a pronoun، الضمير، adjective، الصفة، a verb، الفعل، adverb، حال الظرف، proposition، الحرف الجر، conjunction، حرف العطف، interjections، الصيغة، التعجب. أقسام الكلام في اللغة الإنجليزية. I know it's a very hard part in English. يعني أنا بعرف هذا الجزء هذا صعيب بزاف، ولكن إذا مشينا بخطوة بخطوة يعني غادي تقدروا تفهموا ما معنى noun، pronoun، adjective. غادي تعرفوا التصريف ديالها. This is the part one، يعني هذه الصفحة الأولى، كيفاش غادي تعرفوا على الناون، الاسم، الصفة، والفعل، وكل هالشيء اللي ذكرته. إذا بقوا معايا. Hello all my good friend. Let's go to start for the first page of the noun. أحبائي أعزائي الكرام، يلا هم تعرفوا على أول صفحة لأسماء الأشخاص. Okay أعزائي، first part of the noun، أسماء الأشخاص. People of the name، ليلى، بيتر، أحمد، دكتور، درايفر، etc. All think، أشياء، desk، can، book، computer، TV، etc. وهكذا وهكذا. All animals، حيوانات، cat، dog، snake، bird، fish، وهكذا وهكذا. Places، أماكن، country، Morocco، Rabat، America، New York، أو mountain، island، و etc. أسماء كثيرة وهكذا وهكذا. أول كيفاش نتعرفوا على الاسم الناون، الأسماء. I'm gonna give you an example. ليلى is a teacher. Layla, it's a noun. Teacher, it's a noun also. Oh, Layla bought a new car.
ليلى always it's a noun. ليلى اسم. Car also it's اسم. Car it's a noun. ليلى it's a noun. وهكذا وهكذا. أحبائي تنتمنى نكون خفيفة وظريفة لكم في أول صفحة من أسماء الأشخاص و think أسماء الناس أو think الأشياء أو أسماء الحيوانات وأسماء أماكن. هذا هو تعريف على الأسماء. الاسم هو النون. So تنتمنى نكون خفيفة وظريفة عليكم في هذا الشرح وفي الأقسام الكلام، أول درس في الأقسام الكلام. ونتمناكم تكونوا بألف خير وعلى خير. إذا عجبكم الفيديو thumbs up, liking, share. I love you all. Thank you أحباتي. هذا أول درس. Thank you. There are 8 parts of the speech in English. يعني هي باقة هذه الجزء الأول، باقي الجزء الثاني، باقي الجزء الثالث، يعني حسن 8. هذا غير first part، هذه أول جزء. تنتمنى نكون خفيفة وظريفة عليكم. معكم الأستاذة ليلى من أمريكا. كيجيسكم؟ تحية. Thumbs up.